الطريقه الكلاسيكيه باش ربما يصعب انه يجيوهم باش يشوف مثلا يديروا هاد لا فيزيت تاع الماتش كامل غادي يبقى شويه غنمشيو ديروا واحد الماتش تاع الوليدات هما عندهم تما ابطال هذا الولاد البنات هذا عندهم ابطال في المغرب واخا كيعيشوا اليوت وكيعيشوا كذا ولكن التاطير داخل هذه المؤسسات الاجتماعيه والخيريه خلى انهم يعني يخرج منهم واحد الموهبه ويخرج منهم الطاقه ديالهم لهذا هذه خطوه اولى ديال جمعيه الاسلام ورياضه الناظور انها ان شاء الله تكون خطوه اخرى قادمه ان تكون يعني ما تكون مات وهذا الموقع الجميل الرائع هذا الفضاء الطبيعي والسياحي تكون هذه العلاقات اللي بينا تعطي نتائج للمنطقه.